كده انا خلاص علمتك كل النظر، ما فاضلش بقى غير ان احنا ننزل المطعم. لو حسيت باي حته بتوجعك تشاور لي عليها وتعمل لي كده. انا جايلي كده على طول. شيل البقك دي ورد عليا. وتنفس ازاي انا؟ تتنفس من مناخيرك، دي بنتنفس بيها تحت الميه. اه ماشي. ولو مش شايفاك وعايزني اشوفك تخبط لي على التانك. اخبط لك على الانبوب. ولو عايز تطلع لفوق تشاور لي بصباعك ده كده. ماشي. ولو شفت قرش لا ما تقلقيش، ده عارف هشاور لك بأني صباع. مفيش صوابع خالص، هتعمل لي كده عشان نتفرج عليه. اتفرج على ايه؟ هو في اي احتمال نلاقي قرش تحت الميه؟ وارد جدا. وارد جدا ايه؟ طب بقول لك ايه؟ ما نأجر دولفين كده يلف حوالينا يأمن، يعني يهت القرش. يا ابني القرش زي الدولفين بالظبط لو ما عملتلوش حاجه. يا سلام، دولفين ايه اللي زي القرش؟ مش الدولفين ده صديق الفلاح؟ تعبيط يا ابني، ابو وردان هو صديق الفلاح. ايوه صح ابو وردان. يلا عشان ننزل. طب ما نأمن نفسنا كده ونأجر دولفين بدل ما نتهان تحت. يلا عشان ننزل. يلا. شو ده عليا وعلى سنين. سمكة شرسة جدا هجمتني يا بهجت. قلت لك قبل كده القرش زي الدولفين بالظبط لو ما جاتش ناحيته. وحياة أمك هو كان قرش؟ يا نهار أسود أنت استفزيته. اهدي بس يا كابتن داليا، ما يمكن القرش هدده ولا شتم ولا حاجة وأنت ما سمعتيهوش. أنتوا استعبطتوا أنتوا الاتنين؟ لما تسترجل وتبقى عايز تكمل الكورس بجد بقى كلمني. تاخد قبلة الحياة؟ إيه القرف ده يا بهجت؟ هو قرف.